صباح الخير. اليوم رح نكون عم نعمل تمارين للمعدة. رح أعطيكم كذا فاريشن للبلانك، بس قبل أكيد خلينا نحمي شوي جسمنا، نحمي شوي إيدينا، نطلع بإيدينا هيك لفوق ولتحت، نتفوش لقدام عجنب لقدام عجنب، نطلع كيك فرونت لنحضر حالنا للتمرين تبعنا اليوم. التمرين تبعنا اليوم فينا نعمله بالبيت وفينا نكون عم نعمله بالنادي، رح نكون كتير عم نركز على المعدة. يلا خلينا نبلش. كل اللي رح نعوزه هو فلور مات، ننزل شوي شوي على الأرض. رح نبلش بالهاي بلانك، رح نعمل كل حركة 15 ثانية ونعيدها مرتين. خلينا نبلش بالهاي بلانك مثل ما قلت لكم لمدة 15 ثانية. بنشد معدتنا، الرقبة ما بنرفع طلوع، نظرنا لتحت، بنوسع اجرينا تقريبا على قد مستوى كتافنا. بعد عنا 6 ثواني، 3 2 1. ننزل شوي شوي على الركاب، ناخد نفس 5 ثواني، نرجع بنعيد الحركة اللي هي هاي بلانك. كلنا بنعرف قد ايه البلانك مهمة، كرمال هيك أنا اليوم عم بعطيكم كذا فاريشن إلها. مثل ما اتفقنا بنعمل كل حركة 15 ثانية. نتنفس نحن وعم نعمل البلانك ثانيتين وبننزل. هيك بنكون خلصنا أول حركة اللي هي اسمها هاي بلانك. هلا بننتقل للريفرس بلانك. كل اللي علينا نعمله انه بطلع بجسمي لفوق وبثبت حالي فوق، كمان 15 ثانية منشد المعدة ما منبلعها، نتنفس انهيل اكسهيل 3 ثواني ومننزل شوي شوي، كمان نرتاح 5 ثواني لنعيد هيدي الحركة بعد مرة. منحضر حالنا ونطلع. مثل ما انتبهتوا اجري جالسين، برفع جسمي لفوق، نعملها 15 ثانية. إذا حسيتوا ال 15 ثانية كتار فيكم تعملوا أقل. المنو معود على بلانك أول فترة رح تكون شوي صعبة عليه. يلا مننزل. هيك بنكون عندنا ريفرس بلانك مرتين. هلا بدنا نعمل بلانك والشولدر تابس. كلنا بنعرف البلانك قد ايه مهمه للكور للمعده كلها، من اهم الحركات للمعده. مثل ما انتبهتوا نظري لتحت، ماني رافعه رقبتي هيك، نظري لتحت وعم بعمل تابس. يلا بعد ثانيتين وهيك بنكون خلصنا بلانك والشولدر تابس. اهم شيء وقت نعمل هالحركات يكون في فلور مات تحت ركابنا ليحمولنا الركاب. ناخذ نفس، يلا ليتس جو. بنعيد بلانك والشولدر تابس، نشد المعدة ونعمل تابس 15 ثانية. بعد عنا 5 ثواني، 4 3 2، وهيدي آخر ثانية. ناخد نفس، منحضر حالنا للسايد بلانك. كل اللي علينا نعمله نرفع جسمنا لفوق وإيدي هيك. هلا فيكم تكونوا عم تحطوا إيدكم هيك، فيكن هيك، انتو كيف ترتاحوا. انا برتاح حط ايدي هيك. رح نعمل بعد 6 ثواني، 5 4 3 2 1. بنزل شوي شوي. هلا ننتقل لتاني ميلة، يعني هلا بدنا ننزل على ميلة اليمين. ننزل شوي شوي، بنحضر حالنا، كمان بدنا نضاين 15 ثانية. شدوا حالكم. البلانك أول ما تعملوها بتحسوها صعبة، بعدين بتتعودوا لها. بتركز على كل عضلات الجسم وخصوصي على الكور.
يلا بعد 5 ثواني، 3 2 1، بننزل شوي شوي مثل ما اتفقنا. بدنا نعمل كل حركة مرتين لمدة 15 ثانية، يعني هلا بدنا نرجع عملية الشمال. نشد حالنا، ناخذ نفس، وي كان دو ات، نطلع نسبة فوق 15 ثانية. هلا بهالحركة عم نركز على الأوبليكس، انهيل اكسهيل، الإيدين هيك 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 كيف ما أنتم بدكم، مهم نعمل الحركة مظبوط. 4 3 2 1، بنزل. ننتقل لتاني ميلة. هلا بدنا نحط ايدنا اليمين على الفلور مات ونطلع بالسايد بلانك، كمان لمدة 15 ثانية. أكيد إذا بدكم تشربوا مي فيكم تكونوا عم تشربوا مي. ناخد نفس، اكسهيل، يلا بعد 6 ثواني، 3 2 1، بنزل شوي شوي. خلصنا من سايد بلانك. هيدي السيشن كتير كتير مهمة، مثل ما قلت لكم البلانك من أهم الحركات للكور للمعدة يعني. هلا بدنا نعمل كمان بلانك فاريشن كتير حلوة. كل اللي علينا نعمله نطلع بجسمنا وبطلع ايد يمين ايد شمال، ايد يمين ايد شمال لمدة 15 ثانية. أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر واحدة. هيك بنكون خلصنا. هيدي الحركة بدنا نعيدها بعد مرة، بس أكيد بناخد نفس، نشرب مي. أكيد رح تكونوا عطشتوا هلأ، ففيكم تشربوا مي ترتاحوا شوي ونكمل سوا. بنعيد هيدي الحركة بعد مرة، نطلع أب، يلا ليتس جو. 15 ثانية، نشد المعدة، نظرنا لتحت. 4 2، وهيدي آخر وحدة. هلا بننزل، ناخد نفس، انهيل اكسهيل، نروق حالنا شوي لنكمل التمرين تبعنا. يلا ليتس جو. هلا بنعمل بلانك بس على ايد وحده. يلا ليتس جو. بطلع بايد، ايد الثانيه هون لمده 15 ثانيه. بنشد المعده، نظرنا لتحت. 5 4 3 2 1، وبنزل. باخذ نفس، بحضر حالي لنعيد هيدي الحركة. مثل ما انتبهتوا عم نعمل بلانك على ايد وحدة. طلع 15 ثانية، من أحلى التمارين للمعدة. باخذ نفس، 4 3 2 1، بنزل شوي شوي لنعيد هيدي الحركة بعد مرة. لازم نكون عم نرتاح بين كل حركة وحركة لنقدر نكمل التمرين. هلا بدنا نعيد هيدي الحركة بعد مرة. مثل ما قلنا بطلع ايدي هون، طبيعي يكون عم يرجف جسمنا. بتنفس، 2 1، وبنزل. فيكم تكونوا عم تعدوا بقلبكم، فيكم تكونوا عم تعيروا على الساعة انتو كيف ترتاحوا. يلا بعد عنا تاني ميلة، شد المعدة، نظري لتحت. 7 ثواني، 3 2 1، وبنزل. هلا اعطيتكم كذا فاريشن للبلانك، خلينا شوي نريح جسمنا بعد التمرين.
مازال خمستاشر ثانية تحت. اطلع شوي شوي. هلا ببرم. بغمض عيوني. جناب. مريح حالنا بعد التمرين. هلا منقوم شوي شوي. نعبط حالنا. نجرب نضاين 15 ثانية كل ميلة. وهيك بنكون خلصنا التمرين. مثل ما قلت لكم ركزنا كتير على المعدة على الكور، عملنا كذا فاريشن للبلانك، وأنا بشوفكم بحلقة تانية.